أنا محمد من تونس، اليوم جيت أحكي على مشكل كبير هو يمثل ثالث سبب موت في العالم في الحوادث من طرف منظمة الصحة العالمية اللي هو الغرق. كل سنة تقريباً 370 ألف شخص يموتوا، 1.9 مليون شخص يصيبوا بحالة غرق حادث. أول ما بديت أشتغل على جهاز مقاومة الغرق كان في الماجستير تبعي في جامعة طوكيو. النموذج الأول كان هو في صورة حزام وكان كبير الحجم. ففي تونس اشتغلت أني أصغر حجم الجهاز وتصير الانتجريشن تبعه في زي السباحة. كيف يشتغل زي السباحة هذا؟ زي السباحة يلبسه الإنسان ويدخل يعوم. فإذا شخص يواجه خطر متاع غرق، السيستم في انتليجنس أنه يكتشف الشخص اللي هو يواجه صعوبة وكيف أنه ينقذ بصفة أوتوماتيكية. How this product can discover that this person is in dangerous situation. Okay. أنا حكيت أنه الشخص اللي ما بيعرف يسبح لما يواجه خطر الغرق حتصير له حركة غير إرادية، أنه هو يصبح في وضعية عمودية ويكون في وضعية كأنه يتسلق سلم. الوضعية هذه استعملنا مجسات ذكية في الجهاز أنه تكتشف الوضعية هذه، فالسيستم يعني بصفة أوتوماتيكية يقدر ينقذ. شو الميكانيكال بارت اوف ذس؟ عندك 20 ثانية. نعم، الميكانيكال بارتس احنا اشتغلنا على هو يستعمل حاليا يستعمل كومبريسد اير كابسول، والكومبريسد اير كابسولز يقع يعني اوتوماتيكلي الاكتيفيشن تبعها وبتنتفخ الوسادة. بس الحجم احنا عايزين نصغره اكثر فاكثر.